أقام معهد نور الجامعي حفل تخرجه السنوي برعاية عضو المكتب السياسي في تيار المردة السيدة فيرا يمين وبحضور حشد من الفعاليات وأهالي الخريجين. إننا في حفلكم اليوم نعاهدكم أن يبقى معهدنا مشعل نور في دروب التعليم، وكما عودناكم على الوعد والتطور والتقدم والنجاح سنستمر بإدارتنا وكاديرنا التعليمي الذي يسعى على الدوام لتأمين أعلى مستويات العمل العلمي لكم، مقدمين قدراتهم الفكرية والعملية لإنتاج طلاب يلوكون مجتمعنا أمثالكم، وستبقون أنتم خلاصة نورنا وتطورنا وتألقنا عاما بعد عام، إذ أثبتتم أنكم أهل للتفوق والنجاح عبر النتائج المميزة التي حققها المعهد خلال عامين من العمل الدؤوب، حافظين المراتب الأولى في عديد من الاختصاصات. معهد النور الجامعي ودفعة دفعة مشاعر النور، أن تتكرر الكلمة مرتين فهذا أمر ملفت للنظر زمن العتم والجهل والديجور. بوركتم مشاعل نور، وعسى هذا النور في يوم عيد النصر وفي يوم عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء أن يتحول نوركم إلى بخور، بخور يعبق في كل لبنان، بخور انتصار يعدي كامل الخريطة وبقية البلدان. كيف لنا أن نستعرض عضلاتنا بدلا من أن نتحدى بوحدتنا الداخلية كل المرسوم لنا؟ نحن الذين أنجزنا ميدانيا تحريرا أولا وتحريرا ثانيا، وسنحقق النصر الثاني كما حققنا النصر الأول، وسلسلة الانتصارات متتالية لأن زمن الهزائم قد ولى. احتل ربيع نجاحهم منتصف الصيف لتزهر المواقيت تميزا لا حدود له. هم اختصروا سنين من التضحية وجمعوا صبرهم وانتظارهم وسهرهم وإبداعهم وإرادتهم حتى اعتنقوا ديانة الشموخ. وها نحن نقف اليوم أمامكم ونحن نطوي صفحة من هذا الكتاب، صفحة كتبناها بجدنا وتعبنا، نودع فيها ضحكات الرفاق وتعب المسير، ونحتفل فيها بتألقنا الباهر. وفي الختام تزين الحفل بعرض الممثل وسام سعد أبو طلال وباقة من الأناشيد للمنشد حسن حرب قبيل توزيع الدروع التقديرية وأخذ الصورة التذكارية. إبراهيم ضاوي، موقع جنوب لبنان.